أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد 10 فبراير 2019 ترشحه لرئاسية أفريل المقبل. أهم ما جاء في الرسالة: تنظيم ندوة وطنية شاملة يكون هدفها إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية، بل واقتراح إثراء عميق للدستور. جميع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد ستكون مدعوة لهذه الندوة الموجهة للخروج بإجماع حول الإصلاحات والتغييرات فيما يشكل نهجاً متجدداً في الحياة السياسية. الندوة الوطنية يمكنها أيضاً اقتراح إثراء معمق للدستور في ظل احترام أحكامه المتعلقة بالثوابت الوطنية والهوية الوطنية وطابع الدولة الديمقراطي الجمهوري، مع ضمان تجسيد هذا الإجراء بالسبل الملائمة، يقول الرئيس المترشح: أحسن الحكامة على مستوى هيئات وإدارة الدولة وفي قطاع المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء. الإنجازات المحققة، يقول الرئيس المترشح، إنها بحاجة ماسة إلى تحسين من أجل استرجاع وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات. السهر على ضمان حضور قوي أكثر للشباب في الهيئات التنفيذية والمجالس المنتخبة، تدعيم دولة القانون والحكم الراشد، وتعزيز تنمية اقتصادية قوامها العدالة الاجتماعية، والتركيز على اقتصاد وطني مبادر ومنتج وتنافسي. القضاء على آفة البيروقراطية بتكريس عصرنة الإدارة العمومية ولا مركزيتها. الرفع من إسهام المواطنين في تسيير الشأن المحلي من خلال آلية الديمقراطية التشاركية. تعزيز استقلالية العدالة والحرص على التطبيق الواسع لقراراتها. التقدم أكثر في محاربة الرشوة من خلال تقوية الهيئات المكلفة بهذه المهمة، وكذا إشراك المجتمع المدني أكثر في هذه المعركة. الرسالة حملت في شقها الاقتصادي إدخال كافة التغييرات اللازمة ووجوب شمولها القطاعين العام والخاص، شريطة أن تكون المرجعية الوحيدة هي الفعالية والنجاعة. أما على المستوى الاجتماعي، فجاء في الرسالة التأكيد على أن مبادئ العدالة والإنصاف هي ثوابت وطنية يستدعي تجسيدها، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان ديمومة نظام حمايتنا الاجتماعية، يقول الرئيس المترشح. متابعة تطلعات الشباب الذي ينأى أحياناً أغلبهم بنفسه عن المشاركة في الحياة السياسية، واختيار البعض منهم الجنوح إلى محاولات اغتراب مفرطة وانتحارية. الرئيس المترشح ختم رسالته بالتأكيد على ضرورة الدعوة إلى تغليب كل ما يجمع على ما يفرق في ظل احترام تعددية الرؤى.